شفنا هالمبادرة، مبادرة الأحاد اللي أطلقوا عليها. نرحب بالأستاذ سلطان اليحيى وهو منتج إدارة الأوقاف بشبكة المرد. حياك الله أستاذ سلطان. يا مرحبا فيك أستاذ خالد. حياك الله. الجميع. الله يحييك أستاذ سلطان، أول شكرا لجهودكم اللي تبذلونها في إدارتكم وكذلك على شبكة المجد. ودنا في البداية يعني إحنا الآن شفنا قبل شوي اللي هو مبادرة الأحاد ليوم الميعاد، وفكرتها واضحة إنه الهلالات حسب ما فهمت المتبقية في حسابك تبرع فيها، لو تشرح لنا بشكل أوضح عن هالمبادرة. حياك الله أستاذ. الله يحييك. جميعا خير. الفكرة إن هي الأحاد أقل أو أكثر قيمة من الهلالات، الأحاد اللي هي ريال إلى 9 ريالات موجودة عادة في حسابات أغلب الناس، حسابي وحسابك الخاص وحساب زميلنا عبد الله يعطيك العافية. هذه الفكرة كلها إن ممكن نهاية الشهر، نص الشهر، أول الشهر ما أحد ينتبه لها، ما أحد يستثمرها أو ما أحد يستفيد منها، لا قيمة إلا إذا نقاط البيع. الفكرة كلها تكون على الهامش. ايه نعطيك طريقه اللي هي استثمرها ريال ريالين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الاعمال اقلها وان ادومها وان قل، فانت تدفع ريال ريالين 3 9 ريال من واحد لحد يكون لك اجر في هذا الوقف الذي يرعى اكثر من 70,000 مستفيد سنويا، ومكانه نعرج على تعريف عنه بسيط، مكانه في مكه المكرمه. فانت الان في مكه وفضل مكه وفضل الصلاه فيها والمعتمرين والحجاج، زائدا فضل الدعوة إلى سبيل الله عز وجل، دعوة طريق الله عز وجل، المسلمين الجدد وغير المسلمين اللي هم اللي توهم على الأكاديمية المسلمة الجديدة التابعة للمكتب. ففكرة القليلة هذه احنا ما نقول ما يعني صعب، واحد ممكن 100 ريال 200 ريال 300 ريال 1000 ريال، ولكن ممكن ريال 9 ريال 10 ريالات مبلغها بسيط جدا عند الإنسان، ولكن عند الله عز وجل يبقى أثرها كبير بإذن الله أحد طيب. في الدنيا وفي الآخرة. جميل. بسألك أستاذ سلطان ورحب فيك من جديد مرة أخرى، عندكم تحدي المليون في الوقف، أعطينا تفاصيل التحدي. إيه هذا التحدي طلقناه شهر بداية الشهر تقريبا أسبوع قبل الماضي، فكرته أنه نحفز الجمهور اللي ما يستطيع أن يدفع مهلا قد يدفع جهدا ويبذل نشرا لهذا الوقف مشاركتنا بهذا التحدي، أن نتعاون كلنا مع شركاء المشاهدين كاملة في تفاعلهم مع التحدي واتمام هذا التحدي الوقف، من ناحية إما النشر إما التبرع إما حث الناس في الواتساب. نعم. في تويتر في المنصات هذه كاملة. فالتحدي فكرة أنه نحقق المليون ضمن هو قيمة الوقف تقريبا 18 مليون، الآن وصلنا إن شاء الله دخلنا على 3 مليون، فإحنا هدفنا أن نهاية الشهر نصل إلى 4 مليون بإذن الله تعالى مع الجمهور بإذن الله تعالى. أستاذ سلطان يحيى مشرف الأوقاف، أنكم توصلون وتوصل شبكة المجد إلى هذا الهدف، كل الشكر لك.